حنا دابا في مرحلة ديال يعني انه لي بوفوار، يعني باقي ما كاينش لي بوفوار، مي السيادة ديال الفريق انتقل الى يد اخرى، الى السيد حميد حداد، كان وقع مع المحمدية الاولى تراجع الزمالك. وعلاش لا؟ راه يتبع المادة، راه يتبع المادة. واش من حداد غادي يفاجئكم الى وقع مع المحمدية؟ راه تابع الفلوس، راه كاع اللعابة كلهم تابعين الفلوس. قول لي انت شكون هاد اللاعب اللي متابعش الفلوس؟ هو لعاب هاد الراجل راه تابعين الفلوس ديال الراجا اللي كبروا ورضعوا من البزوله تاع الراجا تابعين الفلوس. حيد لهم الفلوس وغتشوف، وكنت عارف شنو كيدير على قبل الفلوس، كنت تسطى. الانسان يكون واقعي، ما يبقاش ديك العاطفه خرجت علينا، نحيدوا العاطفه ندوب بالعقل. حداد الفلوس، صحيح انه مع الرجويين وعجبوا الحال مع الرجا، ولكن الرجا زائد الفلوس. تقول لي الرجا بوحده ومع الازمه، راه يقول لك لا، كون تخيروا غتقول لي ما الفرقه تخلصك في الوقت، وفرقه غتجرجرك 6 شهور ولا عام عا باش تخلص، غادي يقول لك لا نمشي للفرقه لا تخلصني سيغ بلاص. دونك كونوا واضحين في هذه المساله. دونك الاخوان قلنا بان